كلها قراءات صحيحة بضم الخاء وفتحها وكسرها. ذاك شيطان يقال له خنزب أو خنزب أو خنزب، فإذا أنت حسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثة. قال عثمان رضي الله عنه: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. نقف هنا وقفة. أظن أن خنزب لا يترك واحدا منا، ولا يدع أحدا منا ليستشعر حلاوة الخشوع في الصلاة، بل ربما، ولست مبالغا لأن هذا من كلام الصحابة، ربما تدخل الجامع الكبير فلا ترى فيه خاشعة، ترى المصلين كثرة بالآلاف بل بعشرات الآلاف، لكن قل أن تجد بين هذه الجموع خاشعا واحدا. فالخشوع روح الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا الخشوع يحاول كثير من أحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأمهاتنا وأخواتنا أن يحصله في الصلاة فلا يتمكن. لماذا؟ خلي بالك من الجواب. ليه؟ لأن الخشوع عمل من أعمال القلب. كثير منا تصور أن الخشوع عمل من أعمال الجوارح أصلا، عمل من أعمال الجوارح ابتداء. لا، يتصور أحد أحبابنا أنه لو أغمض عينيه وضم جسده بهذه الطريقة وحاول أنه سيحصل الخشوع في القلب فلا يستطيع ولا تمكن، لأنه يتصور أن الخشوع أصله ومحله في الجوارح وفي البدن. لا، ينعكس الخشوع على الجوارح تبعا لخشوع القلب، فإن خشع القلب خشعت الجوارح. أما أن يخشع تخشع الجوارح دون خشوع القلب فهذا خشوع النفاق، هذا خشوع النفاق. ولذلك لما رأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أناسا يتماوتون في مشيتهم ويظهرون الخشوع، فقالت: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك. نساك أي عباد أي زهاد. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا أطعم أشبع، وإذا ضرب أوجع، وكان الناسك حقا. يبقى الخشوع ليس بتموت البدن. ارفع رأسك يا أخي فإن الخشوع في القلب. ولذلك تلحظ النهي النبوي عن تغميض العينين في الصلاة. ولن أستطرد في هذا البحث هل يجوز أو لا يجوز، فالذي أدين به لله أن الأصل عدم الإغماض، لكن إن كان النظر في موضع يشغلك عن الله فلا بأس ولا حرج إن أغمضت عينيك لتحصل الخشوع. فالخشوع محله القلب ثم انعكس على الجوارح، وهو سبب من أسباب الفلاح، لا أقول لأهل المعاصي بل لأهل الإيمان المحققين والمحافظين على الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طب إيه الخشوع؟ ما هو الخشوع؟ يتصور بعض الناس أن الخشوع شعور فحسب. لا، الخشوع كما قول شيخنا ابن القيم رحمه الله هو التذلل للأمر، هو التذلل للأمر واجتناب النهي.
التذلل للأمر، أن تنقاد لأمر الله ورسوله، وأن تجتنب نهي الله ورسوله، وأن تراعي نظر الله إلى القلب. اعلم بأن الله مطلع على قلبك وينظر إلى قلبك، فلا تظهر خشوع المنافقين والقلب جريء على رب العالمين. إن الله لينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب محل نظر الرب جل وعلا، القلب محل نظر الرب جل وعلا، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالخشوع تحصيله عزيز، لا يمكن أبدا أن تحصله والقلب، خل بالك، طافح بالشهوات والشبهات. اتفقنا أن الخشوع عمل من أعمال القلب. طيب، أنا بصلي بعد محاضرة رقيقة سمعت فيها عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأردت جاهدا أن أحصل الخشوع وأن أحققه في صلاة العشاء، لكني لا أستطيع. ليه؟ لأن الخشوع عمل من أعمال القلب، والقلب طافح ممتلئ إلى حد انطفح بالشهوات والشبهات. فيجي الأخ أو المسلم في صلاة العشاء أو في أي صلاة، يقف الصلاة يريد أن يحشر الخشوع حشرا في القلب، فلا يجد الخشوع.